والرجوع إلى الحق فضيلة. لا شك أننا لو خيرنا الإنسان بين طريقين، طريق المجوس وطريق النبي، ماذا يختار؟ كل مؤمن سيختار طريق النبي. النبيون وعلى رأسهم خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يتخذون اللحى، والمجوس يحذقون اللحى، فاختر لنفسك أي طريق أي شيء. ولهذا لا نرى لأحد عذرا بعد أن يتبين له الحق في العدول عن الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المجوس، خالف المشركين، وفر اللحى، وحف الشوارع. وهذه عادة الناس من قبل، ولم نكن نعرف أن أحدا يحلق لحيته، بل قالوا لنا إن بعض الولاة الظلمة يعذر الإنسان بحلق لحيته، يجعل ذلك تعزيرا. ونص العلماء رحمهم الله في كتاب التعزير أنه لا يجوز التعزير بحلق اللحية، مما يدل على أنه كان ديدنا لبعض الولاة الظلمة. فكيف الآن الإنسان يخسر مال، يخسر ماله في حلقه، ويخسر أهم شيء أنه يخسر اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره.